بدخول شهر التوبة والغفران، شهر رمضان الكريم، الشهر الذي يكثر فيه عمل الخير، الشهر الذي يكثر فيه البرامج التلفزيونية، حيث في هذا الشهر الكريم تتنافس جل القنوات التلفزيونية على تقديم برامج متنوعة وقوية، ولكن معظمها غير هادف وسخيف ولا معنى له إطلاقا. ولكن ماذا لو وضعت برنامج قوي وخيري وهادف؟ فبالتأكيد سيكون الناتج برنامج قلبي اطمئن. في هذا الفيديو سنتعرف على أهم أسباب نجاح برنامج اطمئن قلبي أو قلبي اطمئن، لهذا يجب عليك مشاهدة هذا الفيديو إلى الأخير. لذا قبل ما نبدأ لا تنسى أن تدعمنا باللايك، إذا كنت غير مشترك في القناة اشترك الآن وفعل جرس التنبيهات، ومرحبا بك في كتيبة تفريمد. أولا، لمن لا يعرف برنامج قلبي اطمئن، هو برنامج خيري عرض رسميا لأول مرة في 13 من ماي عام 2018، حيث حقق نسبة مشاهدة عالية جدا وتفاعلات عالية جدا، حيث يعرض هذا البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قنوات تلفزيونية أخرى، واضطر العديد من القنوات الأخرى إلى عرض هذا البرنامج بطريقة غير قانونية دون شراء هذا البرنامج. يعرض البرنامج حالات اجتماعية واقعية، حيث يعمل شاب من الإمارات العربية المتحدة واسمه غيث على مساعدة هذه الحالات الاجتماعية من مختلف البلدان. تتراوح مدة الحلقة الواحدة من 15 دقيقة إلى 22-23 دقيقة، حيث يقدم برنامج 30 حالة إنسانية طيلة شهر رمضان من كل عام، حيث عرض من هذا البرنامج 3 مواسم، كموسم قصير يسمى بموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات فقط، حيث عرض في شهر نوفمبر 2019. ويتأمد مقدمو هذا البرنامج الخيري على جعل شخصية غيث مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول على العمل الخيري فقط وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة. الآن ننتقل إلى أهم أسباب نجاح هذا البرنامج الإنساني البرنامج الخيري. السبب الأول، التمويل والرعاية، حيث من أهم أسباب نجاح هذا البرنامج واستمراره هو الرعاية والتمويل من قبل الشركات المختلفة ومن قبل رجال الأعمال والجمعيات الخيرية. السبب الثاني، المسؤولون عن هذا البرنامج. لم ولن ينجح أي برنامج إن لم يكن المسؤول عن هذا البرنامج شخص محترم ومسؤول يحبذ عمل الخير على المصالح الشخصية، فإذا تدخلت المصالح الشخصية بطل أي برنامج، يعني أي برنامج سينتهي لن ينجح تماما، مثل البرامج الحالية مثل ما قلت لكم في أول الفيديو. ثالث سبب، وهو الشخصية، شخصية غيث. غيث الإنسان المجهول الذي يرفض إظهار وجهه إطلاقا ويرفض التعريف عن نفسه إطلاقا، بالرغم من أنه الركيزة الأساسية لهذا البرنامج. فماذا لو أظهر غيث وجهه؟ فبالتأكيد سينهار هذا البرنامج ولن ينجح إطلاقا. ومن المحتمل أيضا بأن اسم شخصية غيث هو اسم مستعار فقط، والله أعلم وأعلى. رابع الأسباب، عنوان البرنامج، اسم البرنامج. فمن خلال اسم وعنوان هذا البرنامج قلبي اطمئن، فيتبادر في ذهنك أن هدف مسؤولي هذا البرنامج جعل قلوب الناس تطمئن وترتاح من مشاكل الحياة وهمومها، بالطبع الناس المساكين، الناس المحتاجين بالطبع. خامس الأسباب، البرنامج غير محدود، لا يشمل برنامج قلبي اطمئن الإمارات فقط. بالتأكيد هو برنامج إماراتي، ولكن لا يشمل الإمارات فقط بل كل دول المغرب العربي الكبير، وليس ذلك فحسب بل أيضا يشمل الدول الفقيرة والدول التي بها نسبة الفقر والبطالة مرتفعة جدا وعدة أمور أخرى يرتكز عليها هذا البرنامج. سادس الأسباب، الرسائل إلى المسؤولين. الكثير يشاهد هذا البرنامج دون أن يعي الرسائل التي يرسلها هذا البرنامج إلى المسؤولين. يعمل هذا البرنامج على إيصال رسائل إلى المسؤولين الذين يتهاونون، الذين لا يبالون بالشعب المسكين، الذين لا يبالون بالمحتاجين والفقراء واليتامى. لهذا تجد في هذا البرنامج يعرضون عينات أمام الكاميرا، بالطبع ليس تشهير للناس المحتاجة وإنما لمصداقية العمل الخيري. فبالطبع سيأتي أشخاص وينتقدون هذا البرنامج لأنه يعرض الناس المساكين، بل هو يعرض من أجل مصداقية العمل الخيري لكي يرى المسؤولين الناس قداش راه محتاجة. الناس راه محتاجة كثير كثير كثير، يعني بزاف كما نقولوا بالجزائرية.
سبع الأسباب. الدعم: لقي برنامج قلبي اطمئن الكثير من الدعم والتفاعل خلال المواسم الثلاث الماضية. عرضت سبع حلقات، تخيلوا 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ولقي الكثير 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 من الدعم. العين تدمع لما نشاهده من ناس محتاجين، بالطبع غيث يختبرهم قبل أن يقوم بمساعدتهم، وهذا بالطبع لقي استحسان الشعوب العربية. المهم، كانت هذه من أهم أسباب نجاح برنامج قلبي اطمئن. السؤال الموجه للجميع، الموجه لك عزيزي المشاهد، وأتمنى أنكم تجاوبوني على هذا السؤال في التعليقات: هل بالفعل أعجبكم برنامج قلبي اطمئن أم لا؟ ولماذا؟ لماذا أعجبك ولماذا لم يعجبك؟ وسؤال آخر: لماذا لا نرى القنوات التلفزيونية تتنافس من أجل عمل الخير، من أجل صنع برامج هادفة، من أجل منافسة هذا البرنامج الراقي والخير والإنساني؟ وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسى أن تدعمنا باللايك، تكتب لنا في التعليقات رأيك حول هذا الفيديو، حول هذا البرنامج الرائع. إذا كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تنسى أن تشترك الآن وتفعل جرس التنبيهات. مرحبا بكم في كتيبة فريمد وقناة فريمد. رمضان كريم، رمضان مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.